شيف عاقل عبد الرشيد دعالي علمي إيه سلطان شرمارك سلطان محمد سلطان قوم مقاني لكن سو صوكي شيف عاقل عبد الرشيد دعالي علمي ومان تشير شرائد كو قبتي سمطاليس كي جيت كان نبض يقف قرادك ايا بيش وكسو تشيدو وقباقي قبتوك يدل شوك با شردك دقا وقد يعدونا هديا لها ودويني دمو دقمد قرادك قلبيتك قبل كسناك بيش الشنات تبنكي غلبت كون ويكوب يلباتنك إسقو شيف شيخ يني دروف كلا دوان وقبسهم وعي شركو لكن وقبسهم دوان طبعا كبش رمضان وحتشو نقول كي كردك أنا وأه شيف عاقل عبد الرشيد على علمي أنا وكوه الله يا أفكي يا أفكي سلطان كبيشة سلطان سلمارك سلطان محمد ما كانوا هجنا دروف بدان أو دجان كي يجي يدق مدي يترك يهوك دائما أبارة شراء سياسة ده وحبذا أو سدح مرايا waxaan ugu aaminay in sharku 12 bisha ramadaan shir garadag isku yimaaday reer Hiliye mutaallinkiisa ganacsatadiisa guurtidiisa gudidiisa dhaqankiisa haajayankiisa marka waxaan ugu sinay reer Hiliye meel ay joogan ba waa inuu 12 ramadaan iyo goobki garadag oo aha in goor hore qabsano laakiin abaar jiray iyo dadkeenu ugu waran hayaamay awgeed iyo roob iyo dad inaga raagay ay dib inooga dhacay المكان إن شاء الله تعالى هذا ونرش بدونا صداعين بلالنا يكون بلالنا يعني صداعك بدأ أنا أقول آمني شركة يعني صداعك أنا أقول آمني حلقة سواق يبقى له قرب شوك هذه يعني من كرو رجال هرجيسة رجال برعور رجال عرقابو من كسر رجال لا أو رجال كده ما هنقول هذا يحكي حلين هنا ما ده أنا لقى ما مار مني وين يبقى ده كرادك طبعا كرا بدان وشكرنا طبعا كفرما يا كوي طبعا كطبعا كنا وحوي وين يرد وين ديار وين طبعا شكرنا فرما هذه لا كده انت عاوز ما شكلك تلاقيه قبطي وعجيسين شير هي